اهلا وسهلا بيكم متابعي قناة اكسترا كورة. في الفيديو ده هنستمع لكابتن محمد فاروق وهو بيعلق على لعيبة النادي الاهلي، وكولر هيعمل ايه مع برونو سافيو، هل هيديه فرصة تانية ولا الملف اتقفل بشكل نهائي وهيرحل اخر الموسم؟ ده اللي هنقدر نعرفه في الفيديو، فنستمع لكابتن محمد فاروق قال ايه ونرجع لحضراتكم مرة تانية في نهاية الفيديو. ناخد رايك بس في نقطه مهمه جدا، ويمكن زي ما اتكلمنا كده عن نادي الزمالك وصفقاته اللي ممكن تكون يعني ما جابتش نتائجها. هل شايف الصفقات الخاصه بالنادي الاهلي برضو سواء بقى الصيفيه او الشتويه كابتن اللي جت افادت النادي الاهلي بالشكل اللي كان مطلوب منهم؟ لسه ما تحكمش دلوقتي، انت لسه عندك 5 اشهر. لسه عندك مارس وابريل ومايو ويونيو ويوليو، عندك 5 اشهر دول هيحصل فيهم حاجات كتيره. انت النهارده ضميت بعض الصفقات، والصفقات دي محتاج الصبر عليها ومحتاج ان هي تاخد فرص وتلعب، وبالتالي تقدر تحكم عليها. برونو سافيو لعب شويه في الاول وبعد كده اختفى، فانت ما يعني لسه برضو الصفقات دي محتاج تصبر عليها. ده بالنسبه للزمالك نفس الكلام. ما شفناش لسه الصفقات اللي جابوها في الشتاء، اذا كان شبانه واذا كان يعني جابوا بعض الصفقات، منسي ونصر المنسي لعب الماتش اللي فات، بالحاج كابتن لعب برضو إيه؟ احمد بالحاج وبالحاج طبعا لاعب اسوان مميز ولعب، لكن لازم نصبر عليهم عشان نقدر نحكم عليهم. لازم تصبر عليهم لعيبه كويسه يعني مثلا صافي كابتن بالشكل ده لو اخذ فرصه بس ممكن يكون نتيجه اختلاف شويه الظروف ما بين الكره المصريه وبتتكلم عن الكره البرازيليه يعني كرة أمريكا اللاتينية عموما، يعني أمريكا الجنوبية، فبتتكلم في فرق كبير وطقس ومناخ محتاج وأجواء. وقت يعني يا كابتن قصدك؟ ها؟ محتاج وقت يعني. محتاج طبعا وقت. طب بالنسبة لشادي حسين يا كابتن، يعني لو بنتكلم على صافي شادي لعيب مميز، مهاجم مميز جدا، وكلنا شفنا في سيراميكا كان هداف وكان بيلعب راس حربة، وكان أوقات بيلعب في الجناح. لاعب مميز، انا شايفه بيلعب بروح عاليه جدا دايما، عنده يعني لاعب من اللاعبين اللي مميز ان هو بيلعب بروح عاليه، بيقدر يجيب جون، بيقدر يصنع جون. بس هو طبعا كولر في عدم استقرار شويه، يعني مش بيصبر شويه على مهاجم، وبالتالي مش هيقدر ياخد احلى ماتشات الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي ولا ما صلاح بجلاله قدره بيروح اوقات انفرادات مع ليفربول وبيضيع، ولكن يورجن كلوب بيلعبوا الماتش اللي بعده واللي بعده واللي بعده، خلاص مفيش حاجه اسمها بقى النهارده ضيع فرصه اقعده الماتش اللي بعده. عايز اسالك سؤال يا كابتن عشان ما اطولش حضرتك بقى، احنا تعبناك شويه يا كابتن يوسف. اللعيب اللي ممكن يكون في النادي الاهلي شايفه ان هو لو فاق اكثر من اللي هو فيه يعمل الفارق بالنسبه للنادي الاهلي في المستوى الفني؟ لا، هو النادي الاهلي بيعتمد على جمعيه لعب، يعني ما تقدرش تقول لاعب واحد هو يعني حسين الشحات قفشه، فيرست طاهر محمد. النادي الاهلي عنده جمعيه لعب وعنده حاجه مميزه جدا مش عند اي فريق. ايه هي؟ ان اللعيبه معظمهم في اغلب الماتشات بتديك 70 80% من مستواهم، انت ضامنه. فاهم قصدي ازاي؟ تمام. يعني ما تجيش يوم تلاقيهم مثلا 30% ويوم تاني تلاقيهم 80 90%، لا، هم على طول 80 90. لما بيقلوا شويه بيقلوا يبقوا 70 مثلا، فاهم قصدي؟ 60 ماشي. انا قصدي ان في ثبات في المستوى، لكن مش هتلاقي حد قوي تقول ان هو ده لو جامد ياخد الفرقه كلها ويحطها على كتافه ويمشي، لا، ما فاهمك دي مش في الاهلي. لكن ساعات بيحصل اصل يعني هجوم على واحد يعني زي قفشه مثلا بيبتعد شويه حتى لو تلاحظ محمد شريف ضيع فرصه في ماتش فلامينجو، ماتش ايه؟ فلامينجو في العالم، فلامينجو راح منزل اعتذار وانا بعتذر. دلوقتي بقى في جيم تاني يا فاروق بره الماتش، هو اللي اعتذار عشان السوشيال ميديا، عشان هو شاف قبل كده لعيبه حصل معاها حاجات، فبالتالي الراجل اللاعب بيبقى عايز يتجنب الدخول في الـ في الـ في الـ في, الـ في المساحه دي، او الدخول في المنطقه دي، صح. مش عايز يدخل نفسه في المنطقه دي، ودي حاجه كويسه ان انت بتحافظ على جماهيريتك وبتحافظ على شعبيتك وبتحافظ على العلاقه. وهو كان متعثر كان بيرجع الفرقه تاني وتكسب البطوله، صح يا كابتن. انا هقول لك حاجه، انا ليا موقف شخصي
احنا في فتره التسعينات كان الزمالك متقدم علينا ب 13 نقطه في دوري من الدوريات. النادي الاهلي النهارده اتعادل مع سان داونز بنتيجه 2-2. لو جينا للنادي، لو جينا للشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي، النادي ما لعبش، من النادي الاهلي او لاعيبه النادي الاهلي ما لعبوش ولا بذلوا اي مجهود يذكر. سان داونز هو اللي كان متسيد المباراه بشكل تام، احرز الهدف الاول، وكان ممكن ان هو يحرز الهدف الثاني. لو كان احرز الهدف الثاني كان ممكن الماتش، المباراه تتقفل نهائيا، ما يقدرش الاهلي ان هو يرجع. ده بالنسبه للشوط الاول. فنيجي بقى للشوط الثاني. يعني انا بوجه كلامي، يعني بنتقد فيه كولر. انت لما انت تسيدت المباراه في الشوط الثاني وقدرت يعني تاخد كل اللي انت عايزه، ليه بعد الهدف الثاني ما قدرتش تقفل على لعيبتك، تقفل على نص الملعب عندنا، علشان ما يقدرش ما يقدروش لعيب سان داونز يعملوا يجيبوا الهدف الثاني؟ ليه انت برضو سايب بيرستاو موجود لحتى بعد الهدف الثاني ما جه؟ ليه سايب بيرستاو لسه موجود في الملعب؟ بيرستاو كلنا عارفين طبعا ان هو جاب ضربة الجزاء، وضربة الجزاء اللي ضاعت لمحمد هاني، وبذل مجهود. بس انت كان ممكن تخرج بيرستاو علشان تقدر تقفل نص الملعب بتاعك. كان ممكن تنزل حمدي فتحي وتخرج بيرستاو، وممكن تودي حسين الشحات لجوه شوية. يعني كان في سيناريوهات كتيرة جدا ممكن تعملها في المباراة. بعد ما جه الهدف التاني طبعا كده المباراة اتقلبت. الاهلي طبعا صعب جدا ان هو يقدر يرجع. احنا ملوك البلاس 90، مفيش اي مشكلة خالص، لكن مباراة مقفولة زي كده الهدف منها بيجي بطلع الروح. يعني المفروض كان يبقى عندكم فكرة زي كده، كان كولر ما يقدرش ان هو يهاجم زيادة عن اللزوم، او يقدر يجازف زيادة عن اللزوم علشان نقدر نوصل بالمباراة لبر الامان. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، الاهلي قدر ان هو يخطف نقطة واحدة من مباراة سان داونز. كده هيبقى الأمر صعب جدا بالنسبة للنادي الأهلي في مباراة العودة في جنوب أفريقيا. يعني لازم على الأقل خالص تخرج بالتعادل هناك، ولو قدرت تكسب مفيش أي مشكلة، لكن لو اتهزمت الموضوع هيبقى صعب جدا جدا. برضو من ناحية تانية، انت لازم علشان تقدر تعدي يعني تضمن يبقى في امل ان انت تقدر تصعد، لازم تاخد القطن رايح جاي، تفوز على القطن في القاهره، تفوز على القطن بره. برضو بالنسبه للسيناريو الثاني، اهم حاجه الفوز على الهلال السوداني لما يجي عندنا في القاهره. لازم، ده شيء طبيعي، ان احنا لو ما عملناش كده هتبقى الامور صعبه جدا. احنا قادرين باذن الله، قادرين. السيناريوهات دي اتكررت معانا كذا مرة قبل كده، وخدنا فيها التاسعة والعاشرة، مفيش أي مشكلة، لكن يعني المرة دي صعبة جدا عن المرات اللي فاتت. سان داونز مش هيقدر ان هو، يعني سان داونز بالنسبة للمرشحين للبطولة في الوقت الحالي، اي نعم كان المرة اللي فاتت مرشح بس كان ضعيف، مش زي المرة دي، عنده ايجابيات اعلى، عنده حماس اقوى، راجع بكل قوة. سان داونز دلوقتي بعد ما خطف منك نقطة بقى في الصدارة بسبع نقط، بعديه الهلال السوداني بست نقط. الست نقط دي عبارة عن ثلاث نقط خدهم من الاهلي لما فاز علينا 1-0 في السودان، وثلاث نقط تاني لما فاز على القطن الكاميرون. النادي الاهلي موجود في المركز الثالث بنقطة واحدة، اللي هي خدها من مباراة النهاردة مع سان داونز بالتعادل 2-2. القطن الكاميروني في المركز الرابع بدون نقاط. يعني القطن الكاميروني هيبقى بعيد عن بعيد عن الصوره خالص، بس على الاقل هيلعب معاك بروح. ان يعني انت طبعا اي حد بيلعب قدام النادي الاهلي لازم يلعب بروح، لازم بيقاتل، علشان ده انت بتلعب النادي الاهلي، اكبر نادي في أفريقيا.